لان هو التبغ بيزود قدره الدم على التجلط، وهي دي مشكلتي. انا اقول لحضرتك حاجه، الشباب الصغير شويه اللي بيشرب سجاير طول ما هو شايف نفسه ان هو كويس، يعني جايز النتائج دي وصلها بعد مرحله قدام شويه، يعني طول ما شايف نفسه كويس هو مكمل طالما انا تمام. دي حقيقه، لان احنا ابتدى يجي لنا يعني الامور اتغيرت. كان زمان بيجي الناس الكبار قوي، أيوة. دلوقتي بقى بيجوا الشباب، فدايما الحق واقول لهم بصوا، يعني هو جسمك بيقول لك اعتقني، الحقني شويه، خليني ارتاح شويه من اللي انت بتعمله فيا. في ناس بتسمع كده، وفي ناس طبعا بتبتدي تفكر في الموضوع. احنا عندنا التبغ ده ما فيهوش وصال. عندنا العوامل الخطوره، العوامل الخطوره اللي هي طبعا الضغط، ضغط الدم، الدهون، علاج الامراض المزمنه زي السكر والكلى والكلام ده كله. خلينا نتكلم على حاجه سريعه بسرعه على الضغط الدم. ضغط الدم طبعا ضغط الدم ده من ضمن الحاجات المهمه جدا ان احنا الدم العالي، ضغط الدم العالي والواطي قوي. والواطي قوي الواطي قوي ليه امراضه طبعا، لكن خلينا نتكلم على الضغط العالي اللي هو الكومن. يعني يا ريت ان احنا ما نسيبش نفسنا نكتشف ان احنا عندنا الضغط بالصدفه. احنا العيان بيجي نقيس الضغط نلاقيه عالي جدا، فنقول له عندك الضغط، يقول لا انا ما عنديش الضغط. لا، انت عندك الضغط بس انت مش عارف. هو مش بيحس يا دكتور بالاعراض. يعني نقول اللي عنده ضغط بيبقى صداع، مش قادر يرفع راسه، مش عارف ايه. لو طول ما انا مش حاسس باعراض زي ما بيسموه كده القاتل الصامت، ما بحسش بحاجه. طيب، عشان كده بنقول ما فيش مانع. طيب، انا مش همشي طول اليوم اقعد اقيس الضغط بالزبط. لا، خليني اعمل تشيك كده مره في الشهر. مره في الشهر اعمل ايه بقى؟ يعني اروح فين اعمل ايه؟ كويس، جهاز في بيتي، جهاز في بيت واحد صاحبي في الصيدليه، ما فيش مانع. دايما بس في بروتوكول معين لقياس الضغط عشان الناس تبقى عارفه. يعني اهم حاجه اكون 5 دقائق قاعد ريستنج، يعني ما بقاش داخل من بره، بروح قاعد قايس الضغط. حتى اللي هيروح يقيسه في الصيدليه بقول للناس لو انت مزنوق قوي ادخل اقعد على الكرسي اللي موجود 5 minutes، بعد كده قيس ضغط. ده بيفرق في طبعًا صحه القرايه طبعا. تمام، ويكون 30 دقيقه مش شارب قهوه او واكل او شاي او سجاير لو بيدخن. 30 دقيقه ده الستاندرد بتاع قياس الضغط، علشان خاطر نعرف نلاقي قرايه مظبوطه ادجستبل. مظبوط، كويس. بنقيس الضغط دايما في الدراعين الاثنين، عامه الاثنين بيبقوا زي بعض او فرق 10 مليمتر ميركوري ما بين الاثنين اكسبتبل. ليه الدراعين الاثنين؟ علشان خاطر نشوف القرايات مظبوطه ولا لا. لان لو قريت دراع رقم فظيع والتاني رقم واطي يبقى القياس غلط، بعيده كله. اوكي، دراع يبقى مرتاح تماما ما فيهوش اي حركه، مسنود على حاجه في مستوى القلب يفضل طبعا، ويكون الاجهزه اللي احنا دايما بنستخدمها هي الديجيتال في البيوت او في الصيدليات. دي قراياتها دقيقه، كله يقول لا البتاع زمان الاولاني ده هو الادق. يعني اجهزه الديجيتال هي بتحتاج معايره فنيه كل شويه، لان هي دي عباره عن بساتم كده من جوه بسوسات. السوسات باي تايم تبتدي ان هي تريح، فلازم يتعمل له كاليبريشن زيه زي اي جهاز طبي. لكن الافضل اقيس في مكان بالجهاز الاولاني بتاع الزيبق ده. يبقى ياريت. فاحنا نتشيك، يعني احنا بس المطلوب ان احنا نتشيك مره في الشهر، مره في الشهرين، بالصدفه وانا قاعد مع ناس زمايلي اشوف ضغطي اخباره ايه، ما تفاجئش بعد كده.